ومن جسمي كله من العصبية تبعتي. الجندي بريء يعني كل الدم قاعد بيطلع من ايدي. ظلت هذا قرار، اول اشي شعوري انه هذا القرار ما كناش يعني مستعدين له، مثل ما كانوا يقولوا لنا يطمنونا ما حاش، هم اللي بحق ما حاش يعني هم اللي بحققوا مع الشرطه، انه كان يعني بدي ياخذ من 10 ل 12 سنه، كل محكمه نقعد معاه هون يقولوا هذا القرار يعني انه راح نحكم الشرطه والجندي اللي قتل اياد من 10 ل 12 سنه. وهي اليوم كنا فطلعت القاضي براءة، يعني مثل ما بنقول احنا بالعربي اذا القاضي غريمك لمين تشكي. احد ما فيش أتروها إيه فهمتين؟ تدافل نملة إحنا عنا قلتها سؤال غراني يعني من اللي مثل إياد هتبدأ هيك تعلم كل التعليم عشان إحنا المحامية، أنا عندي حوالي 12 محامية، قالوا كمان أسبوع بدنا نيجي وبنقعد نشوف إيش بدنا نعمل. أما على القرار تبعنا إحنا إذا بدهم يطلعوا للمحكمة العليا ولا يا كل وين ما بدهم يروحوا، إحنا مستعدين لكل إيش بيقولوا لنا.